وعقب تحطم الطائرة، تعمل الحكومة الروسية على إجلاء نحو 80,000 مواطن روسي من مصر، أغلبهم متواجدون في المناطق المطلة على البحر الأحمر. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن الجيش المصري يشرف على عملية إعادة السياح الروس جوا إلى بلادهم. يأتي هذا بعد أن علقت موسكو جميع رحلاتها الجوية إلى مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تداعيات تعليق الرحلات الجوية الروسية.